السلام عليكم البيضاء هذه المحافظه ذات العمق الجمهوري تحضر في صناعه الوعي وفي الدفاع عن مكتسبات الدوله وتغيب في المغانم تكتسب المحافظه اهميه جغرافيه ونضاليه وبعدا وطنيا لا يتزعزع رغم ما يحيط كثيرا من ابنائها من شبهات الانتماء للقاعده هذه التهمه التي تنعكس عليها تحت لافته ثنائيه صراع الحوثي والقاعده آخر التطورات في محافظة البيضاء تمضي بنا نحو تسليط الضوء حول الأبعاد العسكرية والتاريخية لنضال أبناء البيضاء تحت لافتة الجمهورية فهل تزال البيضاء تعاقب منذ عام 62 وإلى الآن؟ كيف تم تصفية جمهوري البيضاء من أمثال أحمد عبد رب العواضي خلال فترات مختلفة من تاريخ اليمن؟ والآن المحافظة المظلومة إعلاميا وخدميا وعسكريا كيف يمكن إنصافها من قبل التحالف والشرعية والإعلام الحر؟ ما هو مستقبل هذه المحافظة الواقعة بين الشمال والجنوب في وسط الجغرافيا اليمنية؟ أسئلة كثيرة تحيط بنا هذه الليلة سنناقشها مع ضيفنا هنا في الأستديو العميد طيار محسن العمري رئيس المجلس الإعلامي لمحافظة البيضاء أهلا بك أهلا وسهلا بك أخي وجيه حياكم الله سيادة العميد إذا مشاهدينا الكرام سنبدأ في النقاش بهذه الحلقة لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير لماذا يستهدف الطيران الامريكي المقاومه الشعبيه في البيضاء؟ سؤال عنونه الموقع بوست لتقرير حول تزامن الغارات الجويه التي تستهدف المقاومه في البيضاء تحت لافته الحرب على الارهاب تاره او مبرر القصف الخطا تاره اخرى، وتحديدا كلما حصدت المقاومه نصرا وتقدمت على الارض. فهل البيضاء محافظه ارهابيه؟ يتذكر اليمنيون جيدا كيف كانت مارب في عهد صالح. مجرد وكر واسع للارهاب، ابرزها قبيله عبيده التي صنفت كحاضنه للارهاب، غير ان مارب خرجت من دوامه الاتهامات لتكون مأرب اليمنيين ونواه دوله اكثر مدنيه من غيرها من المحافظات، وكمارب ستخرج البيضاء، بيضاء من غير سوء، فمحافظه البيضاء اكتوت بصراعها مع الامامه في مراحل تاريخيه متعدده وخضت معارك مع الجيش الموالي للمخلوع وميليشيا الحوثي وهي لا تزال قادره على كسر معادلات القوه وتجاوز قهرها التاريخي كان للمخلوع وقواته اليد الطول التي مكنت ميليشيا الحوثي من التمترس في حربهم ضد قبائل البيضاء عبر المعسكرات في المدن الرئيسيه التراكمات التاريخيه لهذه المحافظه العصيه تفسر الاستبسال الخالد للدفاع عن الجمهوريه في التاريخ اليمني الحديث او الانحياز للمشروع اليمني الذي يعمل على تعزيز الروح الوطنيه واستعاده الذات اليمنيه المرتبطه بالارض والانسان. منذ الانقلاب وحينما تحركت حملات الاجتياح صوب السهول اليمنيه اتجهت الارتال العسكريه صوب البيضاء التي لم تكن لقمه سائغه في فم الجماعه الحوثيه. فالبيضاء بجغرافيتها الخشنة وشراسة مقاتليها قلبت المعادلة واستنزفت ميليشيا الحوثي واهانتها من خلال الحرب الضروس التي خاضتها مع القبائل هناك. البيضاء الضاربة في التاريخ منذ عهد التبابعة المطلة على أهم المنافذ المؤدية إلى منابع النفط والغاز شمالاً وجنوباً وهي المحاطة بثماني محافظات: صنعاء، مأرب، شبوة، أبين، لحج، الضالع، إب، وذمار وستظل جزءا اصيلا في معركه استعاده الجمهوريه رغم الخذلان الذي تواجهه من قبل الحلفاء قبل الاعداء. اجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما اجدد الترحيب بضيفي هنا سياده العميد حسين العمري، اهلا بك سياده العميد. اشكرك حياكم الله، اذا دعنا في البدايه نبدا باعطائنا لمحة أو ملخص عن الأهمية التاريخية والاستراتيجية للبيضاء لماذا هي مهمة في الصراع أي صراع كان بداخل اليمن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أولا أخي وجيه اسمح لي أن أشكر قناة بلقيس لاستضافتي ولحسن الاستقبال وكرم الضيافة آه بالنسبة للبيضاء هي بيضاء كاسمها فالبيضة هي سمام أمان الجمهورية وأهل البيضة هم في طلايع من فجر الثورات في 62 وما قبل 62 عبر رموزها ومشايخها وكبارها ومنهم المناضل الشهيد علي ناصر القردعي والمناضل الشهيد علي عبد الرب الحميقاني ثم تلاهم بعد ذلك في حرب السبعين يوماً المناضل الشهيد البطل الشيخ احمد عبد الربه العواضي والمناضل البطل الشهيد احمد سالم العواضي والمناضل البطل الشهيد الشيخ علي احمد العمري والمناضل المرحوم الشيخ سالم عبد القبيل الحميقاني واخرين لا يتسع المقام بل ان محافظه البيضاء بقبيل بجميع قبائلها شاركت في حروب الجمهوريه وكانت هي من فتح حصار السبعين يوما حينما استطاعوا ان يحاصروا صنعاء في حقبه الستينات. بالنسبه لمكانها الاستراتيجي لا يخفى على احد يعرف البيضه بان البيضه هي قلب اليمن وهي الصمام الامان وهي تتوسط اليمن وتحدها من الجنوب اربع محافظات ومن الشمال اربع محافظات فمن يحكم البيضه يحكم اليمن. <applause> البيضاء تحدها محافظة الضالع وأبين وشبوة ومن الجنوب ولحج ويحدها أيضا ثلاث أربع محافظات شمالية هي دمار وإب وصنعاء ومارب رجالها معروفين شهادتي مجروحة فيها هم رجال مقاتلين شرسين رغم الأمكانيات الشحيحة في السابق وفي اللاحق فعندما أحبوا نصرة الثورة والجمهورية في حصار السبعين كانوا لا يملكون إلا أسلحتهم الشخصية واليوم يقاومون كذلك بأسلحتهم الشخصية وبإمكانيات بسيطة محدودة ذاتيا طيب ذلك يعني يدفعنا الآن للتساؤل لماذا استهدف الحوثيون أول ما استهدفوا ربما البيضاء من من خارج المحافظات التي تقع بالقرب من اماكن تمركزها طبعا اخي وجيه مثل ما شرحت بان البيضاء الانقلابيين الحوثيين ادركوا اهميتها واستطاعوا من خلال ما سمي بوثيقه السلم والشراكه ان يشرعنوا الحرب على البيضاء فافرزوا بند من بنود الوثيقه الباطله التي تم الغائها فيما بعد وسميت بالسلم والشراكه والتي فرضوها وأنزلق مع الأسف كثير من الأحزاب السياسية في هذه الوثيقة التي نص بندها الثامن البند الأمني ينص على شرعنة الحرب في البيضاء بدعوى حماية المواطن في البيضاء وكأن المواطن اليمني لا يوجد إلا في البيضاء مع أن المواطن اليمني يوجد في مساحة نصف مليون كيلومتر مربع ونأسف أن هناك أحزاب شاركت ما عدا حزب واحد لن تنسى البيضاء له هذا الجميل وهو حزب صغير في حجمه ولكنه كبير في في افعاله وهو الحزب الناصري والذي اقدم من خلال شاشتكم تحيه كبيره لقياده حزب الناصري الذي رفض ان يوقع على هذه الوثيقه الباطله ما سميت بالسلم والشراكه. طبعا هناك استطاعوا من خلال تقاريرهم التي رفعوها الى البيت الابيض الامريكي والاستخبارات الامريكيه ان يوهموا الناس بان البيضه يوجد فيها داعش وتوجد فيها القاعده نحن لا ننكر ان ان داعش والقاعده موجوده في جميع انحاء العالم حتى في اوروبا حتى في امريكا حتى في بريطانيا فان دواعش بريطانيا وفرنسا يفوقون دواعش البيضاء او يفوقون باضعاف ولا يوجد هناك مجاميع بمعنى مجاميع كبيره قد يوجد اشخاص معدودين لا يتعدوا عداد الاصابع تم الزج بهم بطرق ملتويه و هؤلاء لا يمثلون اي خطوره، ومن يستطيع ان يطهر البيضه من الانقلابيين عنده الامكانيه ان يامنها من اي ميليشيات اخرى سواء كانت داعش او غير داعش. طيب لماذا اذا يعني يعني ما هو الهدف هدف الحوثيين من ذلك؟ لماذا قاموا بكل هذه العمليات لاستهداف البيضه؟ انا مثل ما ذكرت لك بان الحوثيين ادركوا اهميه البيضه ان من من يستطيع ان يسيطر على البيضه فانه يستطيع ان ينفذ الى الجنوب الى اربع محافظات التي ذكرناها التي هي لحج وابين وشبوه والضالع وكذلك يستطيع ان يامنوا المحافظات الاربعه الشماليه التي هي صنعاء وذمار وكثير لا يعرفوا ان صنعاء لها حدود مع البيضه وذمار واب ومارب طبعا موقعها الاستراتيجي يفرض على ان من يريد ان يحكم صنعاء يجب عليه ان يسيطر على البيضاء. طيب هل يعني الكثيرون يتحدثون ان السيطره على البيضاء ومحاوله مهاجمه البيضاء منذ بدايه انقلاب الحوثيين ربما ومن قبل حتى في عام 2014 كان لدوافع ربما تكون متعلقه بالتاريخ، تاريخ مواجهه الكثير من ابناء البيضاء في في الثوره وكذلك للنظام الجمهوري ضد الامامه، هل كان ذلك هو المسبب بهذا الاتجاه ام لموقعها الجغرافي؟ عزيزي بالنسبه لصراعنا مع الحوثي هو يختلف عن مع يختلف عن صراعنا مع الائمه. فالحوثي لم نقاومه لاجل مذهب او لاجل عقيده يعتقد بها بل نحن قاومنا الحوثي في البيضه وقاومته جميع مديريات البيضه للسلوك الذي سلكه وخرج عن الاطار المجتمعي بالنسبه لنا نحن في اليمن لم نكن نحس بان هناك اي فوارق مذهبيه اطلاقا في اليمن كانت لا يوجد فيها الا مذهبان هما الزيديه والشافعيه وهي مذاهب منسجمه ومندمجه مع بعضها البعض وكانت يعني لا لا نحس باي فوارق، نحن نصلي في مسجد واحد وخلف اماما واحد ونحتكم الى نفس المحاكم، لا نسال القاضي هل ستحكم بهذه القضيه التي تتناولها على اساس اي مذهب ولا نسال الامام هل ستصلي بنا على اي مذهب فنحن اخوان ونحن كنا نتصاهر معهم بل على العكس أن من أتوا إلى البيضة في عهد الأمة آل حميد الدين كانوا حكماء ووضعوا بصمات جميلة جدا في البيضة وأصبحوا مرجعية وقدوة لأهل البيضة لا يفرق مجلس من مجالس أبناء البيضة ألا ويذكرون فيه النقيب صالح الرويشان ولا مجلس يفرغ إلا ويذكرون فيه حكم الشيخ عبد العزيز البكير ولا مجلس يفرق إلا ويذكرون فيه حكم وحنكة السيد حمود الشرعي والوادعي والقاضي عبد الله أحمد الضوراني فهؤلاء أصبحوا مندمجين ومنسجمين في المجتمع البيضاني بأنهم بأن تصاهروا معنا وتزوجوا منا وصرنا مثل ما يقول المثل الدارجي في صنعاء بزي وخال فنحن نفتخر كثيرا بأن أبزيائنا هم أمثال معالي وزير الثقافة المثقف الرائع الشيخ خالد الرويشان والذي أوجه له تحية قلبية من هذا المكان وكذلك أبزيائنا هم أولاد الشيخ عبد العزيز البكير الذي نفتخر ونعتز بهم وكذلك أولاد السيد حمود الشرعي الذي أصبحوا أصهارنا وأنسابنا تزوجوا منا وتزوجنا منهم وكثيرين من من أتوا أه. إلى البيضة بعد أن انتهت خدماتهم وأعمالهم في البيضة فضلوا البقاء في البيضة على أن يعودوا إلى مساقط رؤوسهم واستمروا في حياتهم حتى اتاهم الاجل مثل القاضي عبد الله احمد الضوناي رحمه الله عليه والذي تزوج من معظم قبائل البيضه وكثيرين وايضا السيد حمود الشرعي الان اولاده واولاد اولاده والاسر التي بقيت كثيره لا نستطيع ان ان نحصرها بل ان هناك من احفادهم اليوم هم من يقاتلون الحوثي وقدموا شهداء ومن ضمنهم اسره الوالد يحيى الحشيشي من بني حشيش والوالد سعد بدر الدين وشاس ومجلي والجرادي وهؤلاء كلهم مساقط رؤسهم ليست البيضة ولكن أنهم أصبحوا من أبناء البيضة وفي قبيلتي أنا شخصيا قبيلة العمر أصبحوا من العمر مثل ما نقول في المثل القبلي أصبحوا غرامة رجامة مننا ويعدوا من قبيلتنا لا توجد فوارق بيننا وبينهم ولم نحس يوما من الأيام بأنهم ينتمون إلى أي مذهب المذهب الزيدي هو مذهب سمح ونعتبره سنة الشيعة وشيعة السنة وهم أخواننا وهم أنسابنا ولا يوجد بيننا وبينهم خلاف يعني, يعني ألا ترون أنه يعني الحوثيين الانقلابيين الحوثيين حاولوا استدعاء الصراع التاريخي ما بين الجمهورية والإمامة ومن خلال رمو رمزية البيضاء في هذا الصراع عندما استهدفوا المحافظة حقيقة الأمر ما أتوا به الحوثيين هو شيء غريب لم نعتاده فهم أتونا بعلم غير علم الدولة وأتونا بصرخة لم نعهدها يصرخون بالموت لامريكا والإسرائيل ونحن نقول لهم أن البيضة يمنية لا يوجد فيها إسرائيلي ولا يوجد فيها أمريكي وأمريكا في واشنطن وإسرائيل في تل أبيب البيضة هي يمنية قحطانية حميرية بنيرية فما أتوا إليه السلوك لا نقبله ويريدون أن يفرضون ملازم علينا ملازم فكر دخيل على, على اليمن من خارج اليمن وهذا لا يمكن أن يتم اطلاقا فمن اتونا من المذهب الزيدي مثل ما ذكرت لك الرموز الذين كنا لهم الاحترام والتقدير ونعتبرهم قدوه لم ياتونا يرفعوا علينا علما غير علم الدوله ولم يرفعونا صرخه غير ما اعتدناه من السلام الوطني الرسمي بينما الحوثيين يأتوا يرفعوا لنا الموت الامريكا والموت لاسرائيل في البيضاء او في تعز وفي مارب وفي شبوه نحن ليست البيضاء هي عاصمه امريكا وليست البيضاء هي عاصمه اسرائيل فعاصمة امريكا هي واشنطن واسرائيل عاصمتها تل ابيب عليهم ان يصححوا فكرهم وان يتنازلوا نحن خلافنا معهم هو خلاف سلوك السلوك الذي انتهجوه لا يقبلها المجتمع اليمني لا في البيضه ولا خارج البيضه طيب ما هو السبب هذا السلوك المستمر من قبل ميليشيات الحوثي السلوك هم يريدوا ان أن, ان يستولوا على الحكم ولديهم ايديولوجيه خارجيه ان يكونوا ذراع اقولها بكل صراحه ذراع لايران في اليمن وان يستولوا على الحكم وعلى الدوله والسلطه والثروه خلافنا معهم هو إيقافهم عن هذا السلوك أما أن هم أخواننا في الوطن إذا أرادوا أن يمارسوا السياسة فعليهم أن يأسسوا لهم حزب سياسي ورقة وقلم ويتنازلوا عن البندقية وعن المدفعية وعن التفجير والتهديم وعن قتل الناس وعن تهجير الناس وتشريد الناس لو كانت صراع مذهبي يا اخي العزيز ما قتلوا في 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 حاشد ولا قتلوا الرئيس السابق علي عبد الله صالح فهو ينتمي الى المذهب الزيدي فكيف يكون الخلاف الخلاف والصراع مذهبي وهم يقتلون ابناء مذهبهم فحاشد تنتمي الى المذهب الزيدي في عمران وفي خمر وفي كل المناطق واخرتها الرئيس السابق رحمه الله عليه علي, علي عبد الله صالح ينتمي الى نفس المذهب فكيف يكون الخلاف مذهبيا وهم يقتلون ابناء المذهب طيب الان في مقابل هذا كله محافظه البيضاء يوصف بكثير من ابنائها ب يعني كما يروج الانقلابيون انهم دواعش وما شابه هناك محاوله شيطنه لهذه المحافظه ووصفها بالارهاب، هناك اطراف دوليه حتى توافقت مع هذه النظره. ما هو التفسير هنا لذلك؟ اخي التفسير مثل ما شاهدنا انه عندما شرعنوا للحرب في البيضه عندما كان يكونوا في موقف حرج تتدخل الطائرات بدون طيار وهذه تتبع أمريكا ونعرف هذا بأنه تم تسريب هناك تقارير كانوا يرفعوها وأقول لك كان يرفعها حسن زيد وأمل باشا وغيرها من الأخوان الذين لهم علاقة بال الأمريكان بأن البيضاء دواعش وأنهم قاعدة وهذه التهمة باطلة لم يرفع علم داعش في البيضاء إطلاقاً ولم تحكم داعش في البيضاء، داعش كانت تسيطر على محافظة كاملة هي أبين وكانت تحكم في أبين وكانت ترفع شعارها وعلمها بينما في البيضاء لم يرفع لها علم ولم تفتح لها محاكم ولم يسيطرون على عزلة واحدة. وكانوا في حضرموت وفي شبوه لكن البيضه هذه التهمه ارادوا ان يجعلوها ذريعه لتدمير البيضه وللوصول الى البيضه والسيطره عليها واهانت، قد يكون في قلوبهم نحن لا لا نستطيع ان نحاكم الناس على ما في قلوبهم لكن على الظاهر قد يكونوا مستائين بان البيضه هم من قتل الامام يحيى او من قتل احمد بن القاسم قبل 400 عام، لكن هذه نحن لا نعممها ولكن نقول لا يوجد بيننا وبينهم شيء يجعلهم يستهدفون البيضه ثانيا بعد العاصمه صنعاء. طيب دعنا اذا نشرك معنا استاذ سياده العميد الاستاذ عادل الاحمدي الكاتب والباحث الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض اهلا بك استاذ عادل تحياتي لك ولمشاهدي قناه بلقيس والاستاذ حسين العمري ولجميع ابناء البيضاء والاشاوس اهلا وسهلا بك اذا استاذ عادل يعني في خضم هذا الصراع الذي تشهده اليمن لمحافظه البيضاء اهميه اعطنا انت كباحث ابرز النقاط التي تتعلق لماذا هذه المحافظه مهمه في الصراع الدائر في البلاد. المحافظه كما هو معروف جيوسياسيا تتوسط البلاد شماله وجنوبه فهو يعني موقعها حساس جدا ما بين مثلا المحافظه الجنوبيه والشماليه والشمال ما بين ما يسمى مناطق الهضبة ومناطق الوسط تستطيع تقول ان للبيضاء خصوصيه غير عاديه ايضا من امتدادها من منطقه رداع الى اقصى يعني البيضاء جنوبا هذا يجعل منها وكذلك هي ما بين المحافظه الشرقيه والغربيه يعني هذا من الناحيه الجغرافيه والجيوسياسيه هي لها اهميه غير عاديه من الناحية البشرية والتاريخية كما ذكر الرسول هناك أهمية كبيرة جدا للمحافظة في مقارعة المشروع الإمامي من زمن الزمن حيث كانت الدولة الطاهرية لديها مشروع يمني قحطاني حقيقي لاكتساس النفتة الجارودية الشيطانية من اليمن وكادوا أن ينجحوا في ذلك طيب عم. الآن كما يبدو أنه هناك نوع من أن البيضاء ليست في أولويات الحكومة الشرعية من خلال أنها إلى الآن لم تحرر وهي المحاذية لمأرب المحاذية لشبوة للكثير لك لك من المحافظات المحررة بالفعل الحكومة الشرعية الحكومة الشرعية لا أعتقد أن هناك أي منطقة في اليمن ليست في معرض اهتمامها بالعكس إنما صحيح الآن ربما البيضاء لا نقول أنها ليست من أولوياتها إنما ربما سبحان الله يعني البيضة استطاعت أن تكون المحافظة التي تعول نفسها بنفسها يعني مقاومتها إلى الآن نعرف أنه ليس مرصودا لها دعم معين ليس وهذا الدليل على أن مناضلي وهذا الكلام قد قلته أكثر من مرة أن في البيضاء هناك المقاتلين أكثر من المفسبكين فلهذا هي أكثر المحافظات عطاء وأقلها منا لا تمن على احد ولا ولا تستكثر على احد ولا نريد ان نعلم اهل من صراحه اهل البيضاء نعرف انهم يستهدفون داخليا وخارجيا ومقاومه البيضاء الشرسه والعنيده امام المشروع التقهقري الامامي هذه المحافظه العظيمه هي نموذج شرف وعزه لكل ابناء اليمن وهي مثل ما قلنا لا يعني لا نريد ان نقول انها ليست من اولويات المعركه ولكن بالطبع لم تكن تلتهم كثير من القدرات كما كما فعلت مثلا تعز انما تستطيع تقول ان في البيضاء وهذا ايضا يعني ميزه اعيدها للاخ يعني للاخوه في المركز الاعلامي ايضا تستطيع تقول ان ايضا نعرف كل يوميا من هم بالضبط قتل الحوثيين ومن هم بالضبط شهداء المقاومه هناك للامانه شفافيه حتى في اداء عمل المقاومه البيضاء طيب يعني ربما انت اتفقت معي من حيث اختلفت او مع السؤال من حيث اختلفت منه عندما قلت ان انها تقوم بمقوماتها الذاتيه ولا تعتمد على الحكومه الشرعيه في مقاومتها، دعني انقل هذه النقطه الى ضيفي هنا سياده العميد وارجو ان تتفضل بالبقاء معي بالطبع استاذ عادل، الى الان ليس هناك دعم كبير للمقاومه في البيضاء، لماذا برايك يحدث ذلك؟ السؤال هذا حيرنا كثيرا جدا جدا نحن مستائين ومحتارين لا يوجد دعم لا كبير ولا صغير مقاومة البيضة قاومت قبل أن تكون هناك عاصفة حزم وقبل أن يكون هناك مقاومة في أي منطقة فهي قاومة الحوثي واعتبرها المقاومة الأولى لأنه صنعاء دخلوها بدون مقاومة تقريبا سلمت لهم على طبق من ذهب والبيضاء هي المنطقة الوحيدة التي اصطدموا فيها بداية في منطقة قيفة والزوب وهذه تعتبر أم الجبهات في قيفة صمدت صمود الأبطال ولكن مع الأسف كانت تدخل الطيران الأمريكي الغير مبرر وانتهاك السيادة اليمنية وقتل المواطن اليمني بدون حق وهذا ضد القانون الدولي تماما ولا نقره ولا نستنكره استنكارا كبيرا آه ثم بعد أن استطاعوا أن يتعدوا منطقة قيفة الذي هي أم الجبهات في ديناعم عمر التي أنتمي إليها هذه القبيلة البطلة وفي طياب مديرية ديناعم قاومتهم أيضا وقدمت ما يقارب المئة شهيد ومثلهم جرحى وهناك أسرى ومشردين ونازحين ثم فتحت جبهة الزاهر الجبهة البطلة الصامدة والتي فتحت أكثر من جبهة قدمت ما يقارب 300 شهيد ومثلهم جرحى واسرى وشهداء، ولاحقا في الوهبي وفي الحزمي في الصومعه تقاوم، ولكن مع الاسف ان هذه الجبهات التي استنزفت الحوثي وكبدته خسائر فادحه حتى اصبح الحوثيين يطلقوا على هذه المنطقه على المحافظه البيضاء بانها تقبل أسود لكثره خسائرهم وخاصه قياداتهم الكبيره واخرهم قيادي من الدرجه الاولى الذي هو يوسف المداني. تم يعني قتله على ايادي ابطال مقاومه ديناء عم العمر في منطقه الخوخه ومستمرين في استنزافهم ونقدم التضحيات تلو التضحيات لكن مع الاسف هي مجهودات ذاتيه وقليله جدا ونحن من خلال هذه الشاشه نناشد فخامه الاخ الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الاحمر ان كفى تهميش للبيضاء أن كفى للبيضة قتلا أن كفى للبيضة لم يعد الآن أمام الشرعية وأمام قوات التحالف أي حجة تأخر تحرير البيضة لأن البيضة الآن أصبحت جميع المحافظات التي بجوارها محررة وأزيدك من الشعر بيت بأن مقاومه البيضه الى حد الان لم يتم دمج افرادها ومنتميها من المقاومه الشعبيه الى صفوف القوات المسلحه لا يوجد لهم مرتبات لا توجد لهم اغاثه هم طيب. يقاتلون بمجهود ذاتي نتمنى على الشرعية وعلى التحالف أن يولوا البيضاء اهتمام أقلها القليل ساونا بمحافظة دمار التي لم تقرح فيها طلقة ساونا بالمحافظات التي لم يكن فيها مقاومة طيب سنعود إلى هذه النقطة تحديدا سيادة العميد لكن قبل ذلك دعني أكمل مع الضيف الأستاذ عادل أيضا أستاذ عادل الآن يعني يراد للبيضاء كما يبدو أن توصم بالإرهاب رغم أنها لا تختلف عن بقية المحافظات سواء من الناحية الثقافية والبنية الاجتماعية عموماً ما هو التفسير لهذا الاستهداف حتى ان الطيران الامريكي والقوات الخاصه تستهدف مناطق في البيضاء اولا دعني ايضا اضم صوتي الى صوت الاستاذ سياده العميد حسين العمري في ان نحن نطالب رئيس الجمهوريه الرئيس عبد منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الاحمر وكذلك دوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد مندغ ان البيضاء الان يعني الى متى سوف تظل تعتمد على إمكانياتها الذاتيه يفترض ان تقوم الدوله بواجباتها تجاه هذه المقاومه التي لو دعمت على على المستوى المطلوب لحررت صنعاء وصعده بعد ذلك صراحه ابناء البيضاء مقاتلين اشاوس كانوا في كل الجبهات وعلى فكره هم ليسوا ايضا يعني ابناء البيضاء ليسوا فقط في محافظه البيضاء انما في كل المحافظات وفي كل الجبهات هم للأمانة الأشاوس الصناديد الفرسان المقادين في كل مكان الأمر الآخر فيما يتعلق بمسألة تدعيش ومحاولة تصوير أو دمغ محافظة البيضاء أو أجزاء منها بالإرهاب هذه للأسف نحن نعرف أن الإرهاب عبارة عن شماعة أمريكية ليست يعني اكاد اقول لا البيضاء ولا حتى غير البيضاء التي فيها ترفع اعلام القاعده او اعلام داعش لا يوجد في اليمن نحن نعرف ان هذه لعبة تسيرها يعني الاستخبارات الدوليه من اجل ضرب واستهداف وراينا كيف تم استهداف مدن سنيه بحالها داخل العراق وداخل سوريا تحت غطاء داعش يجعلوا يفتحون المدن لداعش كي يتهمها ثم بعد ذلك يأتون بستين دولة كاملة لكي يحرروا مدينة واحدة يجلو سكانها ثم يأتون بعد ذلك بسكان جدد هذه لعبة مفضوحة لا يوجد إرهاب في داخل البيضة ولا خارج البيضة كل ما في الأمر أن في اليمن هناك مقاومة حقيقية للمشروع الكهنوتي الإمامي يفترض أن يتضامن معها كل حر وشريف ليس داخل اليمن وليس داخل الامه العربيه والاسلاميه انما كل حر وشريف داخل العالم لان هذه الحركه تريد ان تعيدنا الى زمن الساده والعبيد لان هذه الحركه تقع على النقيض من كل ما توصلت اليه البشريه في نضالها الطويل ضد العبوديه ضد العنصريه ضد الكهنوت فبالتالي اعتقد انه لا احد ينطلي عليه بل يجب ان لا تنطلي عليه هذه ابدا يعني لعبه ان هناك ولا نريد ايضا ان 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 تنجر ابدا اي من ابناء البيضاء وغير البيضاء في رأس اعلام لكي يكونوا بعد ذلك فخا يقعوا في فخ ممكن ان يخذلنا المجتمع الدولي، ممكن حتى ان تخذلنا في بعض الاحيان الحكومه الشرعيه لما لا؟ احيانا قد يخذلنا التحالف في بعض المواقف، لكن هذا لا يدعونا ابدا 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 لان احنا تحت اي تا... للوقوع تحت اي فخ قد يستهدفنا به بعد ذلك عالميا، نحن نعرف اننا مقاومه وطنيه يمنيه في الاول وفي الاخير وبالتالي نعرف تواطؤ المشروع الامريكي ايضا مع 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 المشروع الايراني هذا امر معروف يعني ما حدث في العراق وما حدث في سوريا التواطؤ معروف وما لعنت الحوثيين لامريكا ليلا نهار الا لكي يبعدوا عن أنفسهم هذه التهمه انهم هم عملاء امريكا الحقيقيين وهم احذيه امريكا الحقيقيين في اليمن الكاتب والباحث الاستاذ عادل الاحمد يكون معنا عبر الهاتف من الرياض شكرا على تواجدك معنا ساسالك سيد العميد حول ال 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 الوضع الان في البيضاء وعن اسئله لماذا لم تتحرر الى الان لكن اسمح لي ان نذهب الى فاصل قصير بعده مشاهدينا الكرام نستكمل هذا الحوار تفضلوا بالبقاء اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه من المساء اليمن التي نخصصها لمحافظه البيضاء والمقاومه فيها. سيدة العميد حسين العمري الان الوضع في البيضاء كيف هو؟ شبوه المجاوره تم تحرير مديريتي بيحان وعسيلان او تم تحرير بيحان وعسيلان. كان هناك حديث على ان المعركه القادمه ستكون في البيضاء باستثناء اجزاء من مديريتي ناطع والبيضاء ربما لم يحدث تقدم كبير، لماذا؟ طبعا أنا لست مخول للإجابة عن هذا السؤال كوني لست في, في رئاسة الأركان ولا أشغل منصب حاليا لكن من خلال متابعتك بكتبه. لكن من خلال متابعتي نحن كنا نتأمل بأن لا تقف قوات الشرعية في ناطع ولا تقف في القندع بل كان نتمنى أنها استمرت في التقدم نحو البيضة وهذا جعل... المقاومه تحبط وجعلنا نحن جميعا في البيضه نحس بالاحباط ونتساءل لماذا البيضه تعامل بهذا الاجحاف ولماذا البيضه تهمش الى هذه الدرجه عندما تم تحرير محافظه اللحج وقفت القوات في خط معين في يافع ولم يبعد عن البيضه سوى 20 كيلو متر فقط خط ناري كذلك عندما تحررت محافظه أبين وقفت قوات الشرعية في خط معين لا يبعد عن البيضة إلا كيلومترات واليوم نراهم يتوقفون في في أو في ناطع وهي أصبحت يعني إداريا في محافظة البيضة نتمنى أن ما سينتج عنه في الأيام القادمة أن يكون هناك إدراج أولا كانوا يتحججون بأن البيضة لم تدرج في الخطة العسكرية كون هناك في اولويات لتحرير البيحان وعسيلان والمحافظات الجنوبيه الان لم تجد هناك أنا من وجهه نظري الشخصيه المتواضعه انه لم يجد الان لهم حجه لتأخير محافظة البيضاء، محافظة البيضاء قبائلها تنتظر طلائع الجيش الوطني أن تصل إليها حتى تنتفض هذه القبائل لأن القبائل في البيضاء لا تحتضن الميليشيات الحوثية كونها تسلك سلوكا غير مرغوب فيه ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، لكن القبائل لا تمتلك القدرة والمقومات التي تستطيع أن تواجه ميليشيات تمتلك إمكانيات دولة. وهذه تحتاج إلى إمكانيات الدولة إلى جيش وطني يمتلك الدبابة ويمتلك الصاروخ ويمتلك المدفع وستكون قبائل البيضاء سانده عندما تصل طلائعها ونحن كنا نتوقع انه خلال اسابيع اذا لم يكون اسبوع اسبوعين ان تبدا بالزحف من جهه المنطقه الرابعه من يافع والحد باتجاه الزاهر الحميقان والحد ذي ناعم ال عمر ومن جهة أرض الملاجم من فضحة ومن المناطق التي يعرفونها ولكن تفاجأنا وأنا حقيقة الأمر من خلال متابعتي الحثيثة وصلني خبر بأنه حتى بعض القوات تم سحبها من عقبة القذع وهذا شيء مفاجئ وشيء محزن ومؤسف أن يجعلوا البيضة تظل في أيادي الميليشيات الإنقلابية وهذا لا يشكل خطر على البيضة بل يشكل خطر على المحافظات الجنوبيه، لن تأمن ابين، لن تأمن شبوه، لن تأمن لحج، لن يأمن الضالع والبيضاء لا زالت تحت سيطرة الميليشيات الحوثيه، ولا استبعد انه اذا تركوا البيضاء واهملوها وسحبوا القوات من سيلان وبيحان، لا استبعد ان تعزز الميليشيات قوتها وتستعيد مره اخرى ما تم تطهيره في اي منطقه من المناطق الجنوبيه. طيب ماذا عن الدعم والاسناد؟ الان يعني كثيرون يتحدثون على ان المقاومه كما قلت انت وقال ايضا ضيفنا عادل أحمد ان المقاومه هي بامكانياتهم الذاتيه، هل لانهم لم يطلبوا دعما من الحكومه الشرعيه من الجيش الوطني ام لاسباب اخرى غير واضحه؟ اخي العزيز المقاومه طالبت بل ان مشايخ ووجاهات البيضاء ذهبوا بانفسهم الى المملكه العربيه السعوديه في مؤتمر خصص لهم لهذا الشأن سمي مؤتمر أبها ولكن مع الأسف هذا المؤتمر لم يفضي إلى أي نتائج إيجابية بل على العكس أنهم حسوا بالأحباط لم يولوا الاهتمام المطلوب سواء من الشرعية أو من قبل قوات التحالف لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى العام لا توجد أي دعم للبيضة إطلاقا حتى الإغاثة التي تم تخصيصها من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية تم إحراقها في مارب وتفجيرها وهذه لم تفجر إلا إغاثة البيضة وكأننا علينا غضب لا ندري من أين أتى لنا ولكن البيضة نقولها سواء دعمتنا الشرعية وقوات التحالف لوجستيا ومعنويا وماديا فأن البيضة لن تتغير ستصمد وتقاوم بإمكانيتها حتى ينتهوا وإذا انتهوا فنقول لهم سننقل الخبر الى من تحت الثراء ماذا واجهت البيضاء؟ دعنا نشرك معنا في الحوار سياده العميد العقيد عبد ربه مساعد القياده العسكري في جبهه ناطع اهلا بك سياده العقيد. اهلا وسهلا حياكم الله اذا ما جديد المواجهات سياده العقيد في جبهه ناطع من القوات المتقدمه من الشرق من شبوه؟ أولا أشكر قناة بلقيس وأمسي بالخير علي عليكم وعلى العميد حسين العمري والأقعاد الأحمدي. أولا أخي العزيز أود أن أقول لك العميد لا تصب بالإحباط، فأنا سمعت قبل شوية العميد حسين يقول أنه مصاب بالإحباط أن جبهة أو القنزع أو ستتوقف أنا أوعدك وعد إن شاء الله بإذن الله أخي حسين والمشاهدين وال جميعا يعني أن الجبهات كما يروج للبعض المعارك لا زالت مستمره والحمد لله هنالك بعض الاشكاليات في عقبه القنبع اعتقد انه سيتم معالجتها قريبا وهناك خطط ان شاء الله سترى النور بالنسبه لجبهه ناطع الابطال اولا احيي زايد كتاب عميد العزيز صالح عبد رب المنصوري الذي هو الان يقاتل حتى حتى لا نهضم الناس يقاتل صالح صالح ومن ابناء بيحان محافظه شبوه وكان قادما من بيحان وحرر ناطع وعذبت مالح وحجلان وحذية وهو الان يقاتل الى جنبه ابناء مديريه ناطع العريف جميعا الجبهه لم تتوقف اطلاقا المعارك مستمره ولكن نظرا لصعوبه كما تشاهد صعوبه المنطقه منطقه وعره آه طبعا لا تستخدم الا السيارات لا يعني صعوبه الطرق غير معبده طرق آه معدده جدا جدا ولكن طبيعه وتضاريسها ستتحدى ذلك وابشرك انه هذه الجبهه ان شاء الله تعالى سيكون تحرير البيضاء على يدها باذن الله حيث لا يز... لا تبعد عن طريق صنع البيضاء عدد 47 كيلو ان شاء الله فأجي وايضا بينها وبين المثلث الرابط بين نعمان بيحان حوالي سبعة كيلو متر ان شاء الله تعالى في الايام القادمه سترون ما يفرحكم جميعا طيب في هذا السياق سياده العقيد هل هناك تنسيق مع بقيه الجبهات في المحافظه نتحدث عن مثلا ولد ربيع نتحدث ايضا عن ذي ناعم الزاهر وغيرها ايضا وقيف أحد اخي العزيزه الجبهات اعتقد شقالة كل كل الجبهات لكن هناك الاخوه الجبهات القديمه زي الحميدان زي على زي ال عمر يعني اعتقد في في اماكن قله الدعم وقله البيع لا يسمح لهم الوضع ان التقدم لكن الان ماذا عن جبهه ناطع؟ ماذا عن جبهه هل تاخذ الدعم العسكري المساند والمناسب وكذلك الاسناد من قبل التحالف العربي وطلعاته الجويه؟ آه طلعات الحمد لله والدعم يعني الاقوى في هواء جيش جيش يقاتل الى جانب ابناء المديريه. طبعا الكتيبه النخبه هذه جاءت بدات من عسيلان طوال الساده جبهه طوال الساده مرورا بنيحه بقرية ناطع بعقبة مالح بحجلان بحذية وهي الآن تذاكل في منطقة المنقطع طبعا الدعم ولكن ضئيل نحن تقدمنا بطلب إلى قادة التحالف وإلى فخامة الرئيس عبد منصور هذه بسرعة تعزيز تلك الجبهة الجبهة التي إن شاء الله ستحسن كثير من الأمور وستوفر يعني جهد كبير على الجيش والمقاومه الوطنيه ايضا نحن بانتظار اخواننا الجايه القادمون من منطقه من, من اتجاه القنبع يعني بس نتيجه أن الحوثيون اعلى جبل القنبع فجروا العبارات الطرق ويستخدموا قصف المواطنين الى مركز مديريه نعمان فالان ان شاء الله هناك تحركات قريبا باذن الله وستلتحم ان شاء الله عما قريب جبهه القنبع مع جبهه ناطع في منطقه صبحه ومن ثم التحرك الى اشكرك منطقة العريف الطفة اشكرك العقيد عبد ربه مساعد القياده العسكري في جبهه ناطع على تواجدك معنا في حلقه اليوم بالعوده اليك سياده العميد دعنا نتجاوز الاوضاع بداخل يعني المناطق والجبهات دعنا نتحدث عن يعني معطى مهم هل الخارطه القبليه في المحافظه كيف هي الكثيرون لا يعرفون طبيعة الوضع من هذه الناحية هل شرحت لنا أكثر بكل سرور ولكن اسمح لي أن أوجه تحية للزميل العقيد عبد ربه مساعد ولكل الزملاء الضباط والمقاومة الشعبية في بيحان وناطع ونعمان تحية من القلب إلى القلب لأنهم أبطال أشاوس وثبتوا ونحن لا نشك في وطنيتهم ولا نشك في بطولاتهم ولكن الإمكانيات التي تتوفر لهم وحسب معلوماتي أنها لا ترقى إلى المستوى التي يمكنهم من التفوق في ساحة المعركة للتقدم طبعا نحن نقدر وعورة المنطقة وصعوبة التقدم وهناك أيضا توجد ألغام بكميات هائلة تزرع أمامهم تعتبر عائق من آخر لكن الذي نريد أن نقول بأن هناك أربعة ألوية تم الإعلان عنها قبل سنتين من فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي للبيضة والمحور البيضة هذه الألوية نتمنى على فخامة الأخ الرئيس القائد على القوات المسلحة ونائبه والاخ رئيس الاركان ان ترى النور لانها لم ترى النور هذه الالويه التي خصصت للبيضه وباسم البيضه، فلا ليس من المنطق ان يكون محور البيضه موجود ولا يشارك في معارك البيضه، وليس من المنطق ان يكون لواء باسم البيضه ولا يشارك في معارك البيضه، هذه يعني من سخريه القدر، فنتمنى ان يولوا اهتمام لتجهيز هذه الالويه سواء على المستوى البشري او على المستوى اللوجستي. وتدريبها إذا لم يتم تدريبها مع أن هناك تم تدريب أعداد منها ولكن مع الأسف تم توجيهها إلى مناطق أخرى بالنسبة للتركيبة القبلية في البيضاء هي تركيبة قبلية غير حاضنة للميليشيات الإنقلابية أطلاقا حتى من يجدون الآن تحت فرض أمر الواقع هم يعني انا تناقشت مع كثير من وجاهات البيضاء وطلبت منهم ان يوضحوا قالوا نحن مع الشرعيه ولكن ما هو المطلوب مننا ان ننتحر؟ ما هو مطلوب؟ ما هي امكانياتنا؟ نحن كقبائل لا نمتلك ذخائر تكفينا لمعركه ساعه او ساعتين او يوم او يومين فماذا بعد؟ طيب ماذا بعد احداث صنعاء الاخيره؟ هل سيتغير الاوضاع بالبيضاء برايك؟ ماذا تقصد باحداث صنعاء؟ ما حدث من مقتل صالح مثلا طبعا مقتل صالح حدث كبير وهو رفع الغطاء السياسي عن الميليشيات الحوثية لكن مع الأسف الآن الـ الـ وجهت أنا شخصيا عبر صفحتي في الفيسبوك الشرعية أن كان عليها أن تلتقط القيادات المؤتمر الشعبي لأن المؤتمر الشعبي هو حزب وطن وليس حزب شخص والشخص هذا الله يرحمه نحن مختلفين مع سياسيا لكن هو قضى قضى قد أفضى قضى إلى ربه وقد أوصى من بعده ماذا يتوجب عليهم اليوم نحن نشاهد بانهم سيفرخون المؤتمر الحوثي العام سيصبح عندنا مؤتمر حوثي عام الان اصبحوا يفر يعني يفرخوا المؤتمر مع انه كان من المفترض مع ان الشرعيه تتبنى وتحتضن القيادات في المؤتمر الشعبي العام سواء من كانوا يتبعون صالح او غيره فهو مؤتمر وطني ومؤتمر له قواعد واسعه ولكن مع الاسف انا اقولها حقيقه الامر اننا نحس بان الشرعيه لم تولي المؤتمر الشعبي العام اهتماما والان نسمع عن تفريخ المؤتمر الحوثي العام وهذا له ما بعده اشكرك على تواجدك معنا سيدة العميد حسين العمري رئيس المركز الاعلامي لمحافظه البيضاء شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مره اخرى وانا سعيد بتواجدي معكم اهلا وقبل ان اختم لو سمحت لي اريد ان اوجه تفضل. رساله الى اسر الشهداء ونقول لهم اننا قلوبنا معكم واننا نحس بمعاناتكم وكذلك رساله اخرى نوجهها الى ابطال المقاومه في المتارس نقول لهم أن الدعم الذي أنتقسته ولم تحصلوا عليه من التحالف ولا من الشرعية أن قلوبنا معكم وأنه هو الدعم الحقيقي لكم لاستمراركم أيها الأبطال في المتارس لمقاومة هذا المد وهذا الإيديولوجية التي لا نقبلها ورسالة أخرى إلى الجرحى نقول لهم يا جرحى المقاومة الشعبية في البيضة أن قلوبنا معكم وأن جراحكم هي جراحنا وأن إهمالكم وعدم علاجكم من قبل الشرعية والتحالف أننا سنبذل كل ما نستطيع بذله في اي محفل او في اي منظمه تستطيع ان تقوم بالدور الذي من المفترض ان تقوم به الشرعيه وتوليكم الاهتمام الكامل. شكرا لك. شكرا جزيلا لك سياده العميد حسين العمري اذا كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعه في ختام هذه الحلقه تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقمي العمل التحريري والفني الى اللقاء.